أعزائي مشاهدي بوابة الفجر، معانا النهاردة من محافظة المنوفية أم محمد وأم طقة. بجد حاجة جميلة جدا النهاردة المهندس إسلام الفيشاوي من حزب مستقبل الوطن. بجد يعني احنا مش عارفين نشكره ازاي النهاردة وفر المتريسيكل اللي حضراتكم شايفينه ده لحالة أم محمد وأم طقة. أم محمد وأم طقة كانت دايما بتتعب من المواصلات كل يوم والتعب كل يوم. النهارده بقى الحمد لله، من النهارده مفيش اي تعب، لا الاولاد محطوطين الحمد لله في امان، ورا يدوق فاضل حزام الامان، وهي كمان قاعده على التريسيكل ما شاء الله يعني، ومبسوطه الحمد لله. ودي كان سبب انتشار الفيديو اللي احنا كنا ناشرينه. شكرا اعزائي، شكرا بجد لكل اللي ساهم في اسعاد ام محمد النهارده. يعني حزب مستقبل الوطن وفر لك الموسيقى ازاي؟ هو بصراحه لما هم شافوا الفيديو والتصوير اللي انا صورته وكده، وصلت لهم الرساله ان انا متبهدله بالولاد قوي كل يوم بطلع كده، فجيت بيهم هم بيتواصلوا معايا بيقولوا احنا هنجيب لك الموتوسيكل بكره عليك كده. بس انا للاسف كنت في المستشفى بنتي محجوزه بيها، فجيت النهارده ان شاء الله الحمد لله يا رب. طب عايزين بقى اولادك اكتر بقى ايه يعني، ايه اللي شجعك ان انت تعملي الفيديو ده بالتحديد؟ يعني انت نازليه على المنطقه وتحاولي توصلي صوتك للمسؤولين ده؟ كل يوم بطلع باولادي، بطلع بيهم الصبح المستشفى واخر النهار جلسات بره، لازم محتاجين جلسات علاج طبيعي مكثف، فبيتبهدلوا معايا ان انا ببقى واقفه بيهم في الجو. ثلاث حالات الموقف دوت، فكان بيأثر فيا نفسيا بطريقه صعبه قوي. ايوه بالظبط. طيب بقى انت بقى بعد ما بعد ما نزلتي الفيديو طبعا على المنطقه، طبعا اكيد في ناس كتير جدا تفاعلت معاكي، اكيد قعدت وقت لغايه برده ما صوتك بدا يوصل لكل الناس وكل المؤسسات الموجوده في مدينه سلام. يعني عايزه بقى اعرف قصه التواصل الخاصه هنا بالمكان بالحزب نفسه تمت ازاي، والموتوسيكل جالك باي طريقه؟ وتاني يوم بعد الفيديو هم اتواصلوا معايا في التليفون، بس انا فعلا كنت في المستشفى بنتي، لان انا كنت قايله حتى في الفيديو ان بنتي كان حصل لها تورم في رجليها